عسرة الأخبار مباشرة من قناة العيون الجوية، أهلا بكم. قال نائب بالبرلمان الأوروبي الفرنسي جيل بارنو أن الاستقرار بمنطقة الساحل لا يمكن تحقيقه بدون مشاركة قوية للمغرب الذي يعد من خلال إرادته لتطوير سياسة متجهة نحو إفريقيا البلد المغاربي الوحيد الذي يتوفر على مصداقية وشرعية للعمل لدى بلدان القارة. وأضاف النائب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي في تصريح صحفي أن المغرب لديه رأس مال كبير من الثقة على صعيد الساحة الإقليمية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بإرساء تعاون فعال لحل مشكل عدم الاستقرار في منطقة الساحل، مضيفا أنه ولهذا السبب طلبت مالي مباشرة يوم 5 يوليوز الماضي مساعدة المغرب. بيئيا، تم تنظيم لقاء جهوي حول البيئة المندمجة بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة وادي الذهب الكويرة بحضور والي الجهة وعامل إقليم أو سرد وعدد من رؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية وممثل مصلحة الأبحاث الإحصائية وجمع المعطيات وممثل مكتب دراسات أوغلوب، حيث تم الحديث عن أهمية البيئة في الحياة العامة ومدى المحافظة عليها من خلال المشاريع الجهوية التي تراعي الجانب البيئي. اللقاء تم خلاله طرح مذكرة حول دراسة التصميم المندمج للبيئة على الصعيد الجهوي. محمد الروزي وعبد الله المحمودي لديهما المزيد من التفاصيل من خلال الربورتاج التالي. سنة كاملة لتنتهي أول دراسة من نوعها بالجهة، وضمنها ستعطي صورة واضحة عن خارطة شمولية للبيئة المندمجة كما يقول المشرفون عليها. يرجى من خلالها إعطاء توازنات بيئية تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات على الموارد والسياسة العمومية. رؤساء بعض المجالس المنتخبة ووالي الجهات تحدثوا عن المجهودات المبذولة جهويا في مجال تدبير الموارد الطبيعية مع مراعاة الجانب البيئي. تأتي هذه الدراسة لتضع لهذه المجهودات إطارا متكاملا، كما أشار إلى ذلك بعض المسؤولين في هذا اللقاء. الدراسة هذه ستمكن من المعرفة الدقيقة للحالة البيئية على المستوى الجهوي وإعداد تقرير جهوي الأول للحالة البيئية بالجهة، وسيتوج كذلك بخطة عمل التي من شأنها أن تقترح العديد من الإجراءات والمشاريع التي من شأنها أن تقوم بتأهيل البيئة والنهوض بشأن البيئة على المستوى الجهوي والتدبير المستدام للثروات الطبيعية. هذه من أوائل الدراسات اللي كيقوم بها المغرب واللي كتقوم بها قطاع البيئة، اللي كيجعلنا ما كنطرقوش غير الجانب البيئي فقط أو الجانب ديال الموارد الطبيعية فقط، بل كنطرقوا للموارد والقطاعات والسياسات العمومية باش نشوفوا إلى أي حد هذيك القطاعات كتاخذ بعين الاعتبار المحافظة على الموارد، يعني والتوازن ما بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمحافظة على البيئة. حوارات وتبادل للمعلومات الرقمية والجغرافية للعمل بالمؤشرات بداية الطريق التي سينهجها المكلفون بالدراسة، وورشات تحسيسية لبعض المسؤولين بالمنطقة حول أهمية البيئة المندمجة، بيئة يتمنى الجميع أن يتم الحفاظ عليها ووقايتها من الأخطار، خصوصا مع ميلاد مرصد جهوي للبيئة والتنمية المستدامة مستقبلا بهذه المنطقة. إلى مدينة سمار التي انطلقت بها المشاورات الإقليمية المتعلقة بإعداد تصميم التهيئة الحضرية. الاجتماع تراسه عامل الإقليم بحضور المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية إلى جانب أطر الوكالة الحضرية لجهة إقليميم سمارة. تفاصيل أوفى رفقة العلي حميد ومبارك الباز. انطلقت المشاورات الإقليمية المرتبطة بتحسين مخطط تصميم التهيئة الحضرية على إثر النمو الديموغرافي المتسارع وما يصاحبه من توسع عمراني كبير والدينامية التي يشهدها إقليم سمارة على مستويات عدة. اجتماع تدارس خلاله الحاضرون التوجهات الاستراتيجية العامة لتصميم التهيئة الحضرية كوثيقة عمرانية تؤطر النسيج العمراني للمدينة وفق مقاربة شمولية تشاركية تعمل على تلبية الحاجات المختلفة والمتجددة لساكنة المدينة. هو لقاء تقني محط، ونحن تقريبا أعطينا فيه بعض الآراء، لكن المحطة المقبلة هي المحطة المهمة لأنها لتكون فيها تقريبا دراسة أولية ولتطرح تصاميم أولية اللي يمكن يوسع فيها النقاش،
وعلى كل حال هذا كي يلم عن توجه المستقبل للمدينة، واللي نحاولوا باش تكون مواصفات عصرية على كل حال تحافظ على تاريخها. احنا هم المشرفون على انجاز هاد الوثيقة هذه، واللي هي وثيقة تصميم هي تنظم مجال مدينة سمارة، ننجزها عن طريق مكتب الدراسات، وهي فعلا يجب أن تستحضر يعني الجانب الروحي الذي تميز به المدينة، ولكن كما أشار لي السيد العامل يجب أن تستحضر كذلك أن المدينة تعيش عصرها. وهذا التصميم هي هو اللي غادي ينظم، هو اللي غادي يعني ينظم التعمير في المدينه ديال سماره، وخاصه انه كاين يعني مدينه سماره كانت فيها واحد الديناميكيه كبيره يعني في هذه السنوات هذه الاخرى. اولا، ثانيا عرفت واحد النمو تطور سكاني اللي جد مهم، خاصه ما بين 2004 و2012. مخطط تصميم التهيئة الحضرية وثيقة ستأخذ بعين الاعتبار البعد الروحي والثقافي لمدينة سمارة، إلى جانب مقومات المدينة العصرية المنفتحة على المستقبل. وفي الشأن التعليمي، يحتفل اليوم منذ سنة 1994 باليوم العالمي للمعلمين، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في عام 1966، والمتعلقة بأوضاع المدرسين في جميع أنحاء العالم. يوفر التعليم الجيد إذن الأمل والوعد بمستوى معيشة أفضل، ومع ذلك فليس من الممكن أن يكون هناك تعليم جيد بدون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين. فالتحية كل تحية للمعلمين وجهودهم في النهوض برسالتهم من أجل أن تنعم الناشئة بتربية جيدة تفتح أمامهم أبواب المستقبل وتحقق الأمال في الرقي والتقدم. سبيلهم إلى ذلك العلم والمعرفة والقيم السامية. تقرير محمد نوار. في كل عام وفي مثل هذا الوقت بالذات يقام اليوم العالمي للمعلم، وفيه يتم تكريم وأبرز المعلمين على مستوى الإدارة التعليمية، ويتباين التكريم من إدارة تعليمية لأخرى حسب الإمكانات المادية تحديدا، وحسب قناعة المسؤول في تكريم المعلم والمدى الذي يمكن أن يكون عليه هذا التكريم. والكل يؤمن بدور المعلم وأهمية العملية التعليمية تقوم في نهاية الأمر عليه. وكما أن الطالب هو محور عملية تعليمية، إلا أن المعلم هو من يقوم على عاتقه كل ما يراد تحقيقه من العملية التعليمية، وهذا ما نجده واقعا ملموسا، فبدون معلمين لا طلاب ولا مدارس، والعلاقة هنا تفاعلية. وبالحديث عن تكريم المعلم، فالتكريم في أغلب الأحيان هو روتين معتاد لا يذهب بعيدا عن تقديم درع تذكاري وشهادة تذكر المعلم بأنه معلم لا أقل ولا أكثر، وتقول له اجتهد أكثر فأنت معلم. وأسلوب تكريم المعلمين ما هو إلا أسلوب واحد مكرور، ليس فيه الجديد وليس فيه الطعم التربوي الذي يتأمله المعلم بعد أن قدم كل ما لديه ووصل إلى أن يكون مميزا من بين آلاف من المعلمين الآخرين. ما أن آلية اختيار المعلمين لتكريمهم أصبحت للأسف الشديد في أغلب الأحيان لا تعتمد على التميز الفعلي للمعلم، وإنما تعتمد على من عليه الدور في التكريم. فالأقدمية والمحاباة لها دور كبير في ذلك، وليس أبلغ تفسيرا لذلك إلا أننا نجد في كل عام مكرمين جدد، أي لا يعتمد التكريم على تميز الشخص في العمل، فربما يتميز المعلم كل عام، وبذلك يجب أن يكرم كل عام، ولا يجب أن يكون التكريم لمرة واحدة في العمر، وهذا ما يعمل به واقعا. فالواقع أيضا يقول إن تكريم المعلم يتم في قاعة مغلقة بها معلمين مكرمين آخرين فقط قلة من المسؤولين، ولا وجود لفئات المجتمع ولا للطلاب على أقل تقدير في أغلب الأحيان. إن تكريم المعلم لأمر مهم لا بد أن تشترك فيه جميع المؤسسات التربوية وغير التربوية، ويجب أن يكون للمجتمع دور كبير في تكريم المعلم، وليس فقط الإدارة التعليمية التي يعمل بها. فالمعلم يقدم كل ما لديه في خدمة المجتمع وفي سبيل الرقي به وتعليم أبنائه، وكل هذا يصب في مصلحة الوطن. وصدق أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. وكل عام
والمعلم المغربي بخير. وبالحديث عن اليوم العالمي للمعلم، نستحضر المجهودات الجبارة التي يقوم بها رجال التعليم العاملين بالوسط القروي، فالتدريس بهذه المناطق النائية يطرح صعوبات جمة أمام نساء ورجال التعليم. بورتري عن أستاذ تعليم ابتدائي بجماعة المزون بإقليم طنطان من إنجاز حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. للسنة الخامسة على التوالي يكابد هذا المدرس الابتدائي ظروف الوسط القروي الصعبة لتبليغ رسالته العلمية داخل أسوار هذه المدرسة التي تتمركز بقلب دواوير مركز جماعة تلمزون القروية. صعوبات لم تزيد الأستاذ جمال الله إصرارا على إنجاح مهمته التربوية. 5 سنوات تجربة ونحن نمسك هذه المستويات الأربع، مستويات اللغة الفرنسية الثالث والرابع مشترك والخامس والسادس مشترك. المشاكل التي نعاني منها هنا هي مشاكل تقريبا مشاكل فيما يخص التهيئ أو البنية التحتية للمؤسسة، لأن كما كتلاحظوا الآن الفصل السقيفة ديال هذا الفصل هذا كلها مهترئة. وبالإضافة إلى المشاكل ذات صلة بضعف البنية التربوية والصعوبات الديداكتيكية، يبقى الانقطاع الدراسي في أوساط المتعلمين من المعيقات الأساسية التي تقف أمام التنامي الإيجابي لمؤشرات التمدرس بالعالم القروي. تفعيل برامج الدعم الاجتماعي تبقى تبعا لتجربة هذا الأستاذ من الحلول للحد من ظاهرة الهدر المدرسي بالوسط القروي. فضل برنامج تيسير استطعنا أننا ندخلوا المؤسسة ديال تلمزون أو فرعية تلمزون في هذا البرنامج هذا، اللي خلى التلاميذ الساكنة يحافظوا قليلا ولو بنسبة قليلة على عدم انقطاع التلاميذ ديالهم. الحمد لله، يعني كما كتلاحظوا هنا تقريبا البداية الدراسية، البداية ديال السنة الدراسية، والتلاميذ تقريبا الأغلبية حاضرين. إكراهات كثيرة إذن تواجه المنتسبين لأسرة التربية والتكوين بالوسط القروي. صعوبات يقابلها إصرار هؤلاء العاملين على القيام بمهمتهم التربوية على الوجه الأكمل. تربويا بإسمارة، نظمت كل من فيدرالية جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ وكذا رابطة جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ بإسمارة نظموا لقاءان تواصليان بحضور جمعيات الآباء رفقة ممثلين عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة إقليمية إسمارة، وذلك لبحث الآليات والسبل التعليمية للنهوض بالقطاع. في المتابعة سلك بجدور ومبارك الباز. يأتي هذا اللقاء التواصلي بدعوة من فيدرالية جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ بإسمارة لتسليط الضوء على واقع الشأن التعليمي والأهداف المستقبلية. لقاء أراده المنظمون فرصة لتوسيع دائرة النقاش وبلورة الآليات الكفيلة للنهوض بالقطاع. أنا في هذا اللقاء التواصلي وباش نشوف المشاكل اللي داهي تخسر عنا قراية التركة ولا تغرى فيها كدرابات، كيف هاي العمال الفايتة اللي كان واقعنا واللي ما استفد فيها الشير يسوى هو شنو، ربما القليم الجنوبية كاملة ما استفد حد من كثرة المشاكل والدرابات. هذا الوزير الجديد قطع شوط زين يبشر بالخير، وذا اللي عنده كامل احنا رأيناه مباشرة يقول يبشر بالخير كامل، واخترنا حتى احنا مالي نقوم بواجبنا. وسجلنا مجموعة ديال النقاط واللي تبين على أساس بأن جميع الأطراف المعنية بالشأن التعليمي حملة هذا الهم، حملة هذا الهم، وكاين نية ديال الإصلاح، كاين نية ديال التعاون، كاين نية ديال سميتو نية ديال إصلاح المنظومة ديال التعليمية في سميتو في المنطقة، وإن شاء الله نتمنوا خير إن شاء الله. وفي ذات الإطار نظم أطر ومكونات رابطة جمعية الآباء بإسمارة لقاء تواصليا خصص لتسوية الوضعية القانونية لبعض جمعيات الآباء، إلى جانب دراسة المعطيات الخاصة بالدخول المدرسي ومختلف المجهودات لحلحلة الإشكالات العالقة بالقطاع. رابطة دعت لهذا الاجتماع من أجل توحيد الجهود ومن أجل كذلك توحيد الصف، من أجل نكون نعمل في إطار واحد. الشأن التعليمي بإسمارة يتبوأ قائمة الأولويات في الشأن المحلي العام، ويبقى تكاثف الجهود كل من موقفه ومسؤوليته السبيل الوحيد لتأهيل المدرسة العمومية. تربويا دائما، افتقار العديد من التجمعات السكنية القروية للمؤسسات التعليمية هم يؤرق ساكنة هذا الوسط، وضع يحتم على الأطفال القرويين قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مؤسسة تعليمية، مشكل يفسر انقطاع العديد من المتعلمين عن متابعة تعلمهم. من حديد دواوير إقليم طنطا، روبورتاج حافظ محضار وخالد تركزي.
ساكنة قروية قدر لها الاستقرار بين دروب ومسالك هذه المرتفعات الطبيعية، صعوبات جغرافية تنضاف إليها معاناة أطفال القرية الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة قبل الوصول إلى مؤسستهم التعليمية. المدرسة كاينة في مزلق بعيدة علينا، ما نقدروش نمشيو ليها، خص المدرسة تكون في هنا في الدوار ديالنا. تضطروا يقطعوا مسافة بعيدة حوالي 7 كيلومتر باش يوصلوا الثانوية العيون الإعدادية المتواجدة في بوزكوار. هنا مشكل كبير يتمثل في كيتجلى في انقطاع الفتيات عن الدراسة. مشكل ديال المدرسة جاتنا بعيدة وما عندنا ما نركبو وما عند الولاد باش يمشيو. دروك الله يكثر خيركم، عاونونا بشي حاجة بالطوبيس ولا باللي كان. مسافاتنا طوال تقود مرجع هؤلاء الأطفال الذين يضطر الكثير منهم إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب بعد فصول التعلم عن دورهم السكنية وصعوبة المسالك، إشكال يتعقد أكثر كلما ساءت الظروف المناخية. دينيا، بمنطقة حسي القاح شرق إقليمي طرفايا، نظمت اليوم قبيلة شرفاء توبلت بضريح الولي صالح سيدي الخضير موسمها الديني السنوي. وفي المتابعة محمد مصطفى خيا وصالح رقيبي. الموسم الديني السنوي لقبيلة الشرفاء توبلت بزاوية الولي صالح سيد الخضير بمنطقة حسي القاح بنفوذ جماعة الطاحة القروية عد مناسبة لأبنائها القبيلة للتلاقي وإحياء صلة الرحم ورابطة القربة. مناسبة هذا الموسم تميزت بتلاوة القرآن الكريم وقراءة الأحاديث النبوية إحياء لما عهدوه في أجدادهم منذ سنوات خلت. هذا الموسم قديم ينقام من كل سنة لكل سنة، وهذا كيسمى موسم الشرفاء توبالت وملقب باسم المجمع. شنو معنى المجمع؟ مجمع الساحل، وتشارك فيه القبائل كلها، توبالت، لميار، إثرقيين، الفيكات، القبائل كاملة مشاركة فيه، ونديروه من كل عام العام. معه موسم غنم القبائل الشرفاء توبالت جميع قبائل الصخرة من طنطان إلى بوجدور العيون كامل يزوروا هذا الموسم. هذه زيارة باسم شرفاء توبالت، ولكنها هي باسم القبائل كاملة، لأنها زيارة قال لها مسمية به المجمع، وهي أقدم زاوية موجودة هون. هذه الزاوية اللي هي وتزورها الناس من كل ثراب ومن كل بلد ومعروفة. ينظم هذا الموسم سنويا لقبيلة الشرفاء توبالت في منطقة حسي القاح، وهو مناسبة لتلقي أبنائها القبيلة من كافة أقاليم وجهات المملكة. ويحرص هؤلاء إلى جانب أدائهم للواجب الديني يحرصون على التعبير عن تشبثهم الوثيق وارتباطهم بوطنهم الأم المغرب. وفيما يلي آخر المستجدات الأقاليم الجنوبية في تقرير للزميل غالي القرحي من خلال الصحف الوطنية الأسبوعية، لنتابع. نستهل قراءتنا لجديد الصحف والمجلات الصادرة هذا الأسبوع من مجلة مغرب اليوم التي تخبرنا بأن قوات البوليساريو اختطفت عنصرين من فرع رابطة أنصار الحكم الذاتي بمخيمات تندوف إلى وجهة مجهولة بعد تنظيم الرابطة لوقفة احتجاجية بمخيم الرابوني يوم السبت الماضي في الساحة المخصصة لتوزيع المواد الغذائية. وكشفت مغرب اليوم بأن قيادة البوليساريو استشاطت غضبا بعد أن رفع المحتجون لافتات باللغة العربية واللغة الإسبانية تستنكر تحيز منظمة أمريكية تدعى مؤسسة كينيدي لقيادة البوليساريو دون أن تظهر حقيقة الأوضاع داخل المخيمات، بعد الزيارة التي قام بها أعضاء المنظمة ما بين 24 و31 أغسطس الماضي لكل من المغرب وتندوف. صحيفة الأسبوع الصحفي في عدد الصادر هذا الأسبوع تخبرنا بأن هناك أصوات معارضة داخل مخيمات البوليساريو كشفت بأن قيادة البوليساريو تعمل على تفويت أطفال من داخل مخيمات تندوف إلى عائلات أجنبية بغرض استغلالهم. وأضافت الأسبوع الصحفي بأن المعارضين لقيادة الجبهة انتقدوا هذا الوضع، كما انتقدوا تشغيل الطلبة الصحراويين بالضيعات الفلاحية بأمريكا اللاتينية. وعاب المنتقدون على عمل المنظمات الحقوقية التي تزور المخيمات ولا تكشف هذه الحقيقة في تقاريرها الرسمية حول وضعية حقوق الإنسان.
صحيفة إسبريس الإلكترونية نقلت تصريحا لسعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عبر فيه عن ارتياحه لمستوى العلاقات التي تجمع المغرب وإسبانيا خلال كلمة ألقاها عقب انطلاق أشغال اللجنة العليا التي ترأسها رئيسا حكومة البلدين خلال هذا الأسبوع. واعتبر وزير الخارجية المغربي تضيف إسبريس نتائج اللقاء الثنائي الذي جمعه بنظيره الإسباني بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مثمرا، حيث تناول فيه الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد العثماني على اتفاق الطرفين على بلورة منهجية عمل للتبادل الثقافي وعلى تجديد الالتزام بالعمل سويا داخل هياكل الاتحاد الأوروبي بغية إيجاد حلول لملف الصيد البحري ولتحقيق شراكة متقدمة للمغرب مع أوروبا. ومن صحيفة الوطن الآن نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف والمجلات الصادرة هذا الأسبوع، حيث أجرت الصحيفة حوارا مع إبراهيم بهوش الكاتب العام لفيدرالية ناشري الصحف بالأقاليم الصحراوية، تحدث فيه عن الملتقى الدولي الأول للإعلام الجهوي المقرر تنظيمه في مدينة العيون في الفترة الممتدة ما بين 12 و14 نوفمبر. كما يسلط الكاتب العام لفيدرالية ناشري الصحف بالأقاليم الصحراوية الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بالإعلام الجهوي في الأقاليم الصحراوية. وقال المتحدث للوطن الآن بأن عمل الفيدرالية الجهوية لنشر الصحف في الأقاليم الجنوبية يعتبر مكملا للعمل الهام الذي أنجزته الفيدرالية الوطنية. كما كشف بأن هدف الإعلام في الأقاليم الصحراوية هو الدفاع عن الوحدة الوطنية ومواجهة حملات البوليساريو الإعلامية. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد دبة عن سن تناهز 80 سنة. الفقيد الذي ينتمي لقبيلة الرقيبات تهلات كان قيد حياة أحد أفراد المقاومة وأعضاء جيش التحرير. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبخصوص ورقة أحوال الطقس المرتقبة ليوم غد السبت، سنلاحظ بعض السحب المنخفضة المحلية خلال الصباح قرب السواحل. الطقس يظل مشمسا خلال الظهيرة والرياح معتدلة ستهب من القطاع الشمالي الشرقي. فيما يخص درجات الحرارة، ستتراوح الدنيا ما بين 19 درجة بالداخلة و24 درجة بأوسرد. بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 38 درجة بمضريقة وقلت الزمور و26 درجة بسديفن. حالة البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان ما بين طرفاية والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الداخلة. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة 6:59 وغروبها على الساعة 6:29. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى 26 درجة بالرباط، 36 درجة بنواكشوط، 33 درجة بباماكو، 42 درجة بزويرات، 41 درجة بهدار وتودني، 40 درجة بالرابوني وكيهيدي، و37 درجة بتندوف. نهاية هذه النشرة، ونذكركم مشاهدين أنه يمكن لمن فاتتهم متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعة على موقعنا على الانترنت snft.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون الجهوية وإذاعة العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشاري الشؤون الصحراوية كوكاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل تطبيق المجاني لقناة العيون الجوية من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما ستلتقون غدا على الساعة 4:15 مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.